الراديو 90-90 هواها مصر. حال بلدنا على الراديو 90-90 هواها مصري على الراديو 90-90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وكان عندنا مجموعه من الشكاوى اللي جات لنا الاسبوع اللي فات حاولنا نتواصل فيها مع المسؤولين، ومن ضمنها شكوى بخصوص منطقه مطار امبابه، طريق طلعت الزمر معدوم من الخدمات المروريه وفي عربيات كتير من غير اوراق او رخص، ده غير الطرق المكسره ومفيش حتى امين شرطه بيجي المنطقه، والبلطجيه هم اللي ماسكين المنطقه هناك. يرضي مين ده؟ ده استاذ احمد سلام. طبعا هتواصل مع مين؟ هتواصل مع سياده العقيد وائل طاهر مدير اداره التخطيط والبحوث الفنيه لمرور الجيزه اللي بيستجيب معانا صراحه دايما في اي من الشكاوى. سياده العقيد مساء الفل. مساء الخير يا استاذ احمد، مساء الخير لحضرتك. بنجهدك بشكاوى بتاعتنا، انا اسف، غير طبعا مجهود شغلك، بس طبعا عند حسن ظن مستمعيك دايما. ما انا قلت لحضرتك بالعكس، الواحد بيبقى سعيد لما يوصل اي شكوى او رؤيه اقتراحيه عن طريق حضراتكم او بصفه مباشره للاداره. احنا طبعا بنبقى سعداء بينهم، وبنبقى سعداء اكتر ان احنا نقدر نحل اي مشكله من المشكلات دي كلها ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. وصلت لحضرتك شكوى بخصوص المنطقه دي، ايه الاخبار؟ وصلت يا فندم. انت بتتكلم على منطقه المطار امبابه، وهي فعلا منطقه انا بقول واعده. تمام. منطقه ضمن خطه مشروع كبير جدا، مشروع تطوير شمال الجيزه، وده من اهم واكبر المشاريع اللي بتتعمل حاليا في الجيزه. ان شاء الله في خلال فتره قريبه مش بعيده قوي المنطقه كلها بتتغير كليا وجزئيا. يمكن سكان المنطقه حاسد بدايه من كوبري البراكيل، بحديقه امبابه اللي اتعملت في منطقه المطار، منطقه المساكن الجديده اللي بتتعمل. بالنسبه لموضوع الطرق، بدايه من الطرق المكسره والكلام ده كله الموجود هناك، فعلا الطرق هناك فعلا في تكسير فيها، بس ده طبعا لمد او في مشروع انشاء خط كهرباء جديد خالص بيغذي المنطقه، بقت مشروع خاص بمد خطوط الغاز الطبيعي للمنطقه بالكامل. وطبعا فور الانتهاء من هذه المشاريع، طبعا ما اقدرش يبقى في اسفلت او تمهيد للطريق الا بعد ما ننتهي من حفر المشاريع دي طبعا. فبالتالي بعد ما ننتهي من المشاريع دي الموضوع هيختلف تماما بالنسبه لمنظومه الطرق هناك. بالنسبه للمنطقه كمنطقه بالكامل مخطط لها طبعا، مش هيبقى فيها امين شرطه. من ضمن المشروعات اللي المفروض هتتواجد في المنطقه هناك هيتعمل اسم شرطه كامل للمنطقه هناك، هيتعمل مخطط لوحده تراخيص، هيتعمل اسم مرور ميداني هيتعمل في المنطقه هناك، بالاضافه طبعا لمعهد القلب الجديد اللي هيتعمل موجود هناك، معهد هندسه الطيران اللي هيتعمل مشروع عدد ثلاث اعاده تخطيط المنطقه من اول وجديد. بس عدد المنطقه كليا وجزئيا حاليا طبعا انا ما عنديش اسم ثابت موجود هناك. طب ينزل او السيطره هناك بتبقى عباره عن حملات يعني متحركه ومش مواعيد ثابته. المنطقه بعموم بصفه عامه بتبدا اسم مرور السفنكس، وده باشراف عنيه. هو دي ايه ذات العقيد؟ حي العجوزه؟ دي حي العجوزه يا فندم. حي العجوزه صح. طبعا حي العجوزه موجود هناك. وبتبع اسم مرور السفنكس ده اسم موجود عندنا. المنطقه بالكامل بينزلها عميد واثنين مقدمين بينزلها من حملات هناك. احنا تم ضبط عدد كبير جدا من السيارات اللي موجوده هناك اللي بتقول لوحات معدنيه. تم ضبط اللي يمكن الاسبوع الانضباط اللي فات ده في المنطقه دي، احنا جايبين حوالي 12 متكي بدون لوحات معدنيه في نفس المنطقه اللي هي فيها الشكوى دي. فانا عايز اقول احنا بس هي طبعا المعروف، بس عشان برضه نوضح المنطقه كلها اللي بيتبع اشرافها او المنشات اللي فيها كلها طبعا هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، بتعمل فيها منطقه استثماريه. طبعا المنطقه الاستثماريه دي فيها بيع وبتصرف على طبعا احنا يمكن اللي بطأ شويه موضوع التطوير فيها ان دي محتاجه اعتمادات ماليه كبيره جدا. طبعا هي دخلت في شق استثماري. طبعا بيتباع جزء من الاراضي، ومن عائد هذه الفلوس دي بيتم استكمال جميع المشروعات اللي انا حكيت على حضرتك. بس انا طماع شويه سياده العقيد، بس اللي فهمته من كلام حضرتك ان لسه ما فيش تواريخ ثابته هتقدر حضرتك كاداره عامه للمرور تبني عليها الكلام. بنتكلم على الجزء اللي يخصنا احنا كمرور، اللي اقدر اتكلم فيه ان بيتم تكثيف فعلا الحملات، بس انا مش هعمل اسم مرور هناك لسه ما تخلص طبعا. لما تخلص فانا الحملات مستمره هناك. بدا في تواجد مروري يمكن من قبل الشكوى دي بايام. احنا في زي ما قلت لحضرتك الحملات المكبره ركزت اكتر على المناطق العشوائيه اللي ما فيهاش اقصار مرور. تمام. يمكن خلاص منطقه امبابه شارع القوميه، وده كنت حضرتك اشرت فيه الشكوى قبل كده، ده بقى في تواجد ضابط بصفه مستمره هناك في شارع القوميه. يمكن بيتعمل حاليا في خلال اسبوع يمكن بدات البشاير بتاعه البنى هناك بتعمل اسم مرور مستقر هناك مسؤول عن الشارع بالكامل. هي. فاحنا تباعا بنخش المواقف لان منطقه ناهيه منطقه الغاز اللي موجوده في الوراق بيبقى فيها موجود ضابط بوينش بصفه مستمره. يعني بقدر الامكان احنا بنحاول نغطي
جميع هذه المحاور باماكن او بخدمات. والتواجد ده هيطلع اكيد بصفه يوميه، سواء زي ما حضرتك ذكرت فيه ضابط خلاص دلوقتي في شارع القوميه تحديدا، ده موجود يومي خلاص. ده موجود يومي يا فندم. يمكن احنا كانت عندنا مشكله قائمه ومستمره في التقاء الدائري مع شارع القوميه، كانت بتاثر معايا على الحركه المروريه فوق الدائري. انا حضرتك دلوقتي لو باستطلاع رأي هتلاقي المنطقه دي انتهت مشكلتها تماما، ما عنديش مشكله مروريه اعلى الدائري بسبب نزله القوميه انتهت تماما. طب اسفل الدائري كانت جات لنا قبل كده، وانا عارف ان حضرتك بعت برضه حملات هناك. لا حضرتك بقى معلش، حمله دلوقتي لا بقى في ضابط مستمر موجود موجود على مدار 24 ساعه، خدمات موجوده هناك، بدات الحي او حي الوراق تحديدا في بعض اصلاحات هناك في الجزيره الوسطى كانت بتؤدي لسير عكس الاتجاه وتوقف الحركه المروريه. تبنى يومين شغالين في الشارع ده رفع السيارات المتروكه، كل السيارات المتروكه المكسره تمام واللي مالهاش اصحاب كلها بتترفع تباعا. كان عندي كميه كبيره جدا من السيارات في هذا الشارع تقريبا، يعني في خلال يوم اقول لحضرتك ان احنا تمام ما فيش عربيه متروكه في المكان ده. بتسالوا يا سياده العقيد على العربيه قبل ما تسحب صح؟ اكيد يا فندم. انا بفرق بنوعين من عربيتين اللي بشيلهم، عربيه عليها لوحات وعربيه دول لوحات خالص. العربيه اللي عليها لوحات دي انا بتصرف معاها مروري، دي انا تتبعني انا وبتبعها وبشيلها وبحطها في 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 الحجز الخاص بيا، تمام، كل اجراءات التعامل معاها مروريا تمام كمخالفه مروريه. العربيه مديون لوحات معدنيه دي انا ماليش علاقه مروريه بيها، دي بتبقى جريمه اشغال وبشيلها احطها في حجز خاص بالحي، والحي بيتعامل معاها كانه اشغال طريق وبيتعمل له محضر اشغال طريق لصاحبها لو تقدم احد بيثبت اوراق ملكيه لهذه السياره. انا استاذنك بقى سياده العقيد، المجهود اللي بيتم ده نتواصل فيه مع بعض، الحملات اللي بتتم زي ما حضرتك عملت ضبط كده لاكثر من 12 ماكينه موتوسيكل، الكلام ده كله يجي لنا عشان نعرف برضه الناس المجهود اللي اتعمل هناك، وهنتواصل مع سيادتك كده اول باول ان شاء الله. سياده العقيد وائل طاهر مدير اداره التخطيط والبحوث الفنيه لمرور الجيزه، كل الشكر لحضرتك بالنيابه عن كل مستمعي حال بلدنا، شكرا ليك. تحياتي يا فندم. يعني اداره العمل مرور الجيزه عملت المجهود اللي عليها وهيتواصل، لسه الحملات مش تسفر عن نتائج من اول ايام، ولكن خلاص بقى في تواجد مروري في المناطق المذكوره تحديدا كمان في موضوع مطار امبابه. هنستاذنك بقى رزق نتواصل مع اللواء جمال الشبوكشي، كان ضيفنا هنا هو رئيس حي العجوزه، هو ممكن اللي يفيدنا بمواعيد بقى نقل المنطقه دي كلها لمنطقه اسمريه، ممكن الاحياء دي تخلص امتى، ممكن التطوير اللي بيحصل هناك يحصل امتى. راجل صراحه كمان متعاون جدا معانا سياده اللواء جمال الشبوكشي رئيس حي العجوزه، نعرف منه المواعيد اكتر. اعتقد عندي شكوى كمان من استاذ ربيع. استاذ ربيع خط قطع، طولنا عليك معلش، انا اسف، هنتواصل معاك مره ثانيه نشوف الشكوى اللي عندك بالظبط ايه. ولسه الرسائل كمان هبدا اقرا في الرسائل اللي بعتناها لنا على 199 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 99.